هل تعتقد أننا جميعنا نجد مكاننا في العالم؟ نحن جزء من هذا العالم، هذه حقيقة ثابتة، وعليه لا يصح أن نتصور في بعض الأحيان أننا لا نصلح لأن نكون كذلك. العالم هو واحد، لكن يراه الجميع كل من منظوره الشخصي ومن زاويته المختلفة. لذلك ليس صحيحاً أن العالم هو الذي لا يصلح لنا، بل يجب أن نعرف أنفسنا وفهم ما يناسبنا. أحياناً لا نستطيع التكيف على العديد من الأصعدة مثل العلاقات الشخصية والتواصل مع المجتمع وغيرها من الأمور، فكم مرة قلنا هذا ليس مناسباً لي، أنا لست سعيداً بهذا. بيد أننا بدلاً من ذلك يمكننا أن نتساءل، هل فعلاً نحن بحاجة لذلك؟ أو هل نريد ذلك حقاً؟ يحدث في بعض الأحيان أننا نريد شيئاً ما ولكنه لا يناسبنا. تذكر بأنه لم يفت الأوان بعد على التغيير، بيد أن التغيير يتطلب منا الإرادة والسرعة وأحياناً العناء. التغيير بحد ذاته يمثل عملية قوية. الفكرة في أننا في أوقات أخرى فقط لا نتساءل بما يكفي حول هذا الموضوع بالذات. نحن ندرك في أننا لو كنا في وضع لا يتناسب مع شيء ما ونشعر معه بأننا لسنا على ما يرام، فإنه من المنطقي أننا لا نستطيع أن نبقى في هذا الوضع. العالم حقا كبير وفيه الكثير من الاختلافات، لكن هل نحن متأكدون من عدم وجود مكان فيه لأي شخص؟ ربما إن علينا إعادة النظر في ذلك فقط. في بعض الأحيان يجب أن نتوقف عن الاندماج، وفي حالات أخرى أن نتوقف عن محاولة تغيير أنفسنا لتتناسب والجماعة والأماكن المختلفة التي نكون فيها، وفقط أن نقبل حيث نكون فيه الآن.